خرج النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يوم العيد لأجل صلاة العيد. ترى الصبيان يلعبون ووجد صبيا واقفا يبكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما يبكيك أيها الصبي؟ فقال له الصبي وهو لم يعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم دعني أيها الرجل، فإن أبي مات في إحدى الغزوات مع رسول الله، وأمي تزوجت بغير أبي فأخذ داري وأكل مالي، فصرت كما حزينا زليلا. فلما أتى يوم العيد رأيت الصبيان يلعبون فتجدد حزني فبكيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن أكون لك أبا وعائشة أما وفاطمة أختا وعلي عما والحسن والحسين إخوتك؟ فقال له الصبي أكيف لا أرضى يا رسول الله؟ فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه به إلى داره وأطعمه وألبسه لباس العيد. فخرج الصبي يلعب مع الصبيان، فقالوا له الصبيان كنت واقفا بيننا الآن تبكي وما يضحكك الآن؟ فقال لهم كنت جائعا فشبعت، وكنت عاريا فكسيت، وكنت بغير أب فأصبح رسول الله. صلي وسلم وبارك.